صباح الخير مشاهدين ومتابعين قناة زاكروس، وأكيد صباح الخير على زملائي من داخل الاستوديو. استطلاعنا لهذا اليوم، هل يصنع المحتوى الهادف مستقبلا لنشأته؟ خليكم ويانا. المحتوى الهادف يصنع مستقبل؟ أكيد أستاذتي العزيزة، بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. احنا بهاي اليوم المبارك هو مولد السيد الكائنات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هو معلم الأمة وهو الأستاذ الأول والآخر واللي علمنا على كل شيء هادف لنقذ هذه الأمة من الظلمات إلى النور. فأكيد هو المستوى الهادف ينقل الأمة من مستوى الجهل إلى مستوى العلم والنور. المحتوى الهادف يصنع مستقبل؟ المحتوى الهادف بالنسبة لهسه الأجيال بالتقدم مال التكنولوجيا اللي صاير ممكن انه يحقق مستقبل من خلال النصائح ابو المحتوى. اما اغلبية هسه اللي يصير من تغيير ثقافة المجتمع العراقي اغلبيته يصير مادي، من اكو مجتمعات اكو محتويات ما لها قيمه، بس المحتوى الهادف ممكن انه يصير عنده قيمه اذا كان به هدف وتربيه واخلاق للمجتمعيه. المحتوى الهادف يصنع مستقبل؟ اكيد مستقبل، بعيدا عن المحتوى الهابط اللي حاليا منتشر بالعراق بصوره مو طبيعيه عن طريق البرامج التواصل الاجتماعي التيك توك والانستغرام. فحتى نقضي على هذا المحتوى نبدله بمحتوى هادف. يعني اكو هواي مثلا يعني صناع محتوى هادف على اليوتيوب على التيك توك يستاهلون انه مثلا الناس تشوفهم الناس تتابعهم بعيدا عن المحتوى الهابط اللي كل العراقيين يدرون به بصراحه، اللي يؤدي لهواي مشاكل عائليه ومشاكل دينيه واخلاقيه للاسف. المحتوى الهادف يصنع مستقبل؟ والله حسب، يعني احنا هسه حاليا هسه الجيل كله على التليفونات وذني المحتويات كلها بالانترنت يعني بالتليفون. احتمال يعني اذا كان هادف فعلا دا يتعلمون هوايه كلها اونلاين وبالتليفون. المحتوى الهادف يصنع مستقبل؟ اي اكيد يصنع مستقبل، اذا كان انه الاجيال القادمه فشي حلو وزين وهاي يعني اكيد يصنع لهم مستقبل ولا فشي كل زين. بس اما هاي المحتوى الهابط والهاي غيره لا، ما اصلا ما له اي معنى ولا اي شيء. والله يعني الاجيال اللي قاعد تتعلم من هذا المحتوى الهابط تمام قاعد يطلعون انه يعني ما اعرف كلش، يعني خاصة اللي هسه اخر شيء بالمدارس وهاي قاموا يتعلمون من المحتوى الهابط يخلوه بالمدارس تمام، يعني من ناحية انه مثلا هاي الالفاظ السيئة وغيرها كلها يعني هيك ولا شيء. اما المحتوى اذا كان زين وهاي لا اكيد يعني لازم يبقوه هاي. المحتوى الهادف يصنع مستقبل؟ اي نعم يصنع مستقبل، اذا كان بشكل هادف ومراقب وصحيح وبالناس واعيه ومثقفه يصنع. بس احنا اللي نشوفه اغلبه يعني 75% منه هو غير هادف. اكو بعض الهادف بس السيكولوجيه مال البحث للناس يعني الخوارزميه اللي يسموها مال الفيس او الانستغرام او التيك توك اللي يبحثون اغلب الناس مع الاسف تبحث عن غير هادف، فما حد يستفاد من مواقع التواصل الاجتماعي بشكل صحيح. المحتوى الهادف يصنع مستقبل؟ طبعا اكيد، لانه هادف يعني ينصح للاشياء الزينه، ينصح للشيء اللي بيه مستقبل، اللي مثلا هادف للتربيه الاخلاق.